طبعا هذا يطأ رام 3 مكتوب عليه، شوفوا معي رام 3، حط 1 2 3 هون، وله هون ناطة كمان مشان الاتجاه هيك. طبعا هذا يطأ رام 2، النقطة هون بهالاتجاه، ركب على الثاني. طبعا وهي رقم 4 مكتوب هون اتجاه النقطة هون هيك. طبعا هي اليطا الاول
اتجاه النقطة هون هيك، طبعا هي اللي مكتوب عليه رام 5، هي اتجاه النقطة. طبعا يا شباب هلا ركبنا جرانك والقشور، هلا لازم نشد هدول البراغي. هدول البراغي بيشدوا بالتسلسل، كثير مهم شد البراغي. اول شيء بنحط 60 نيوتن، بنشدهم اول شيء 60 نيوتن، نجرب سوا. هلا نحن شدينا 60 نيوتن. المرحلة الثانية خلينا نجلس الموتور شوي بالعكس لأنه راح يكون 140 نيوتن. خلينا نجلس الموتور ونشده 140 نيوتن. تمام شباب؟ تمام. هلا عندنا المرحلة الثانية، لازم يشدها 140 نيوتن. تمام شباب؟ نشد سوا. Thank you.
تمام. هلا بعد ما شدينا 140 نيوتن بنريح البراغي 10 دقائق بنشدهم 90 درجة آخر شد. طبعا هلا بنشد آخر شدة اللي هي بتكون 90 درجة، و90 درجة بتعرفوها اللي هي ربع دورة. خلينا نبلش نشدهم كلهم. طبعا نحن هيك بكون شدينا الجرانك شد نهائي شد وكالي طبق الاصل عن الوكالي. طبعا ضل عندنا البراغي الجانبيه، البراغي الجانبيه شباب هدول البراغي كمان بيشدوا بنيوتن. شوفوا معي شلون نركب البراغي الجانبيه تبع اليطا الجرانك ونشدهم بالنيوتن حصرا. تمام شباب، تابعوا الفيديو. البراغي الجانبية، البراغي الجانبية أول شيء بيكونوا 15 نيوتن، أول شيء شدهم 15 نيوتن. بعدين بنزيد النيوتن على 33 نيوتن، شد الثاني. هلا المرحلة الثانية 33 نيوتن. تمام. المرحلة النهائية البراغي الجانبية 45 درجة اللي هي بيكون ثلث الربع. هلا اللي ما عنده مقاس باليد يجيب ساعة يشده. أنا بعرف اتجاهه وتقديري 45 درجة. بلش من هون، هي بتجي ثلث الربع من هون هيك هاي. تمام، بشدهم كلهم هيك. تمام، تمام. خلصنا هالطرف، نقله بالجرانك الطرف الثاني كمان نركب البراغي الجانبية ونشدهم نفس الترتيبة. يلا شباب.
كمان هذا الطرف بنشده نفس الطرف الثاني. كمان بنشد هذول اول شيء 15 نيوتن. بعدين نرجع بنحط 33 نيوتن. تمام. نرجع بنشدهم 45 درجة اللي هي 93. تمام. طبعا هيك هلا نحن بيكون انتهينا من الجرنك والقشور، ثبتنا جرنك تثبيت وكالة، صار كله نظامي، صار تمشي مثل المي. تمام، خلصنا من خلصنا من الجرنك. هلا رح نجمع البسطونات، نركب الزنديبيل والبسطونات، نجمعهم على بعضهم مشان نركبهم على الجرنك. انتهى الجزء الاول، نبلش بالجزء الثاني. بدي منكم دعم لهالفيديو، لايك ومشاركة وتعليق حلو، والله يعطيكم العافية.